أسيس شادي قال إنه الرب استخدم برص، والرب إيش استخدم قلت؟ الجارية، ونسي يذكر خلالي إياها إنه الرب استخدم حمار. هو نسيها بس الرب استخدم حمار كمان، وأحلى حمار. فإذا قدر يستخدم حمار بيقدر يستخدمني. أنا مش حمار، أنا ابن للرب. مبسوط أكون معكم، مبسوط أنا وآني أن نكون مع كنيسة الحياة الفياضة. الحقيقة بسأل ليش بحب أجي. أولا بحب أجي حتى أكون مع حبيبي أبو زوي أسي الشادي، ومع أم زوي. وينها أم زوي؟ عم تنايم زوي؟ ومع زوي ومع الشعب تاع الكنيسة. أنا بحبكم كلكم، يعني لما بشوفكم أنتوا حلوين قوي زي ما بقولوا أخوتنا المصريين. طلع اللي جنبك كله، انت حلو قوي، انت حلو قوي. هلا اذا انت ارمني بتطلع على وحده وتقول لها انت حلو قوي راح يفهموا عليك، لان الارمن مخربط حلو قوي مع في حدا من حق منخربط بين المؤنث والمذكر، صح؟ كله بدخل مع بعض، سفينه بيمشي هيك، هواء بيمشي هيك، كله بيمشي هيك. زي الشاب اللي كان بكنيسة بالشام، حقيقة أنا سمعت عنها جديد، أرمني كان، وكان الأسيس فريد الله يسهل عليه عند الرب. فالشاب الأرمني بده يعرف على الأسيس فريد إنه هو أسيس رائع جدا ومتواضع جدا وحلو جدا. فبقول هذا أسيسنا، هذا رائع جدا وحلو جدا وواطي جدا، أصده متواضع يعني. فحكيت هاي القصة لواحد من عنا، هلا كل ما يحكي معاي بقول لي كيفك يا أسيس يا واطي. ببعث لي بعدين بكتب وراها لول LOL إنه هي هي هللويا. إذا جيت متوقع مني شيء اطلع أحسن لك. إذا جيت متوقع أن الرب يستخدمني خليك الرب يقدر يستخدمني. آمين. أنا ما عنديش إشي كتير لأنه عندكم تعليم أكتر، لكن الرب بده يستخدمني. ممكن يغير النكهة والطبخة، لكن بالأخير نفس الشيء. اليوم اكتشفنا أنه عندكم المجدرة غير المجدرة عنا. مجدرتنا اللي منقول عنها مجدرة، ايش بتقول عنها انتو؟ مدردرة. اليوم اكلنا مدردرة. حدا من الاردنية بيعرف هذا الحكي؟ مدردرة، احنا مجدرة اسمها. عندهم هم مجدرة وعندهم مدردرة وعندهم ايه؟ ومصفاية. احنا كله مجدرة. حدا جوعان منكم؟ alright. أكلنا مجدرة ومدردرة، سوري مدردرة؟ مدردرة أكلنا اليوم. أكلتوا أنتم مدردرة؟ هدى أنت أكلتي كمان؟ معقول؟ وين النص الثاني تاعك؟ ما عرفتها. عقبال عنا جميعا بدون المرض. معلش تقعد يا أخ. إيه؟ ألو؟ انا عم بحكي مش انت تحكي. خلنا نصلي. يا رب بركتك على هذا المكان، يا رب كلمني في هذا المساء، كلمني، اعطيني كلمة من عندك يا رب، اعطيني كلمة لشعبك، اعطيني كلمة لأولادك، المس أولادك كما بينما انت تكلمهم يا رب، المس قلوب، اعطينا قلوب مفتوحة، اعطينا قلوب متجاوبة، أعطينا يا رب قلوب تسمع صوتك. اليوم أنت بتقدر تعمل معجزات يا رب،
بتقدر تلمس القلوب. أنا ما بقدر أعمل شيء بكلمة بحرف بحركة. يا يسوع تعال المس أولادك اليوم، شعبك ينتظر منك شيء. أنا بصلي يا رب أنه اليوم تيجي بروحك القدوس تحرر النفوس، تطلق النفوس، تكسر القيود، القيود الذهنية، تشيل الغشاوة والغباوة، تشيل يا رب كل القلب اللي متحجر اللي مش متجاوب، تشيل الاستهزاء يا رب باسم الرب يسوع. أنا بصلي أنه تلمس أولادك وبناتك. أنا بصلي يا رب أنه تقطع عنهم كل مقاومة لكلمتك، تخترق الكلمة، تأتي بثمر اليوم باسم الرب يسوع المسيح. بصلي يا رب أنه نعمتك تكون على أولادك بشكل غير اعتيادي اليوم. بصلي يا رب أنه أنت تكشف اليوم أعماق القلب، تكشف أعماق النفس، تغير يا سيد بشكل غير اعتيادي. قولي يا رب أنا بحتاجك اليوم، أحتاجك اليوم، أحتاجك المسني، غيرني، حررني، اطلقني، انقلني. الرب بده ينقلك نقلة نوعية في هذا المؤتمر. الرب بده ينقلك، بده ينقلك من الجمود اللي انت فيه تيجي لمكان رحب، لمكان واسع. الرب بده يوسع قلبك اليوم، الرب بده يلمس قلبك بشكل غير اعتيادي. قل يا رب انا بستقبل، بستقبل، استقبل من الرب، استقبل من الرب باسم الرب يسوع المسيح. اعطيني كلام يا رب عند افتتاح الفم، اعطيني كلام من عندك. تعال يا روح الله القدوس، تعال يا روح الله القدوس، المس اولادك، هدول اولادك يا رب، انت بتحبهم اكثر مني، عشان هيك المسهم. زورنا بزياره، اوريدي زرتنا، بدنا المزيد يا رب، ما شبعنا منك اوريدي يا رب. في هذا المساء، في هذا اليوم، انت اعطيتنا مائده دسمه، بدنا اكثر يا رب. بدك اكثر من الرب، بس ارفع ايدك كله، انا بدي اكثر يا رب، بدي اكثر، بدي اكثر، بدي اكثر. اليوم المسني باسم يسوع المسيح، آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين. هاللويا 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 هاللويا. استقبل من الرب. هاللويا هاللويا. أني في كلمة من الرب إليك. الرب بقول لك رحتي وجيتي وجيتي ورحتي، حان الوقت أنك تتمسكي، لا تتركي، لأن الرب محضر لك أشياء يريد أن يعطيك إياها، بس عم تهربي هون عم تهربي هناك. والرب أقول لك أنا محضر لك غنى مجدي، بس امسكي وتمسكي فيه، لأنه رح يشبعك كما لا يشبعك أي شخص آخر. استقبلي باسم الرب يسوع، استقبلي باسم الرب يسوع. هاللويا هاللويا. هدى الرب أقول لك رح يغنيك غنى غير طبيعي، رح يرفعك حتى تعطي، والغنى رح يكون مش غنى فلوس فقط، لكن رح يكون غنى بأشياء كثيرة رح تفيد منك، تشرشر منك باسم الرب يسوع. استقبلي استقبلي استقبلي. هاللويا هاللويا هاللويا. استقبل 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 استقبل. هاللويا 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 هاللويا. توني الرب عم بقول اللي صار لهلا فقط كان تحضير لما جاي، الشي اللي جاي عليك. الرب بقول لك انت على وشك انك تقفز قفزات نوعية، كل هذا كان تحضير للي راح تقفزه. أنا شايفك عم تقفز لونج جامب، ما بعرف كلمة لونج جامب اللي هاي اللي بقفزوها، بيعملوا قفزة تنتين ثلاثة، ما بقدرش أحاول أعملها لأنه بتروح لو البنطلون بفرط. بس الرب عم بقول لك راح يحد عن كل اللي صار تحضير لأشياء جديدة، راح يستعملك مع ناس ما عمرك فكرت فيهم. استقبل استقبل، ما عمرك فكر، ما خطر على بالك، راح يطلع قدامك، والرب راح يستخدمك بمواهب باسم الرب يسوع المسيح. هاللويا. الرب عم بقول لك انت مش لوحدك، وانا عم بعطيك، عم بحضرك لمستقبل رائع جدا، لمستقبل قوي جدا. وعودي لك ما بتروح، وعودي لك ما بتروح، وانت على وشك انه تقطفي الثمار شوي شوي. انا شايفها عم دلاي، بس اقطفيها، اقطفي وكلي، هاي وعودي. في اشياء كتير لسه ما استوت، استنيها، لا تقطفيها قبل الوقت. في اشياء لسه ما استوت، في اشياء استوت. انا شايف دالي هيك، ورق دوالي هيك، دالي نازله، في اشي استوى وفي اشي ما استوت. لا تمدي ايدك على ما استوى، بقول لك الرب استقبلي استقبلي، جاي جاي اشياء كتير، جاي اشياء كتير. هاللويا. اعطوا المجد للرب، اعطوا المجد للرب. هاللويا 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 باسم الرب يسوع. هاللويا هاللويا. استقبلوا. هاللويا. مبارك اسم يسوع، مبارك اسم يسوع، مبارك اسم يسوع. هاللويا 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 هاللويا.
الرب عم بقول لك انه رح يعطيكي اولاد في الروح، اولاد لا يحصوا عددهم. رح تولدي اولاد ورح تعتني فيهم زي ما عم تعتني في البيبي، رح تولدي ورح تطعميهم، هيك رح تعملي بالروح بالامور الروحيه، رح تكوني ولاده روحيا. حضري حالك، جهزي حالك، وانت بتعرفي شو معنى عندك اربع، انا بعرف، والرب عم بحضرك لتكوني ولاده روحيه تطعم الناس، لانه الولاده الروحيه الرب عم بقول لك انه بتحتاج لناس يطعميهم، وما في ناس كتير يطعموا، في ناس كتير يخلفوا بس ما في ناس يطعموا، والرب عم بقول لك جهزي حالك، دربي حالك، تدربي بجوز بكليه اللاهوت هاي حتى تطعمي الناس اللي تعرفي تطعميهم، تكوني جاهزه. هاللويا هاللويا هاللويا. سي شادي، الرب عم بقول لك زي ما قال لك وزي ما قلت، بدايه جديده، كنيسة جديدة، توسع جديد. وأنا اليوم الرب كلمني العمارة، العمارة، البناية. It's being ready to get loose to you. Being ready to get loose. باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. هاللويا هاللويا هاللويا. مبارك اسم الرب. مبارك اسم الرب. هاللويا. مبارك اسم الرب. استقبل من الرب. استقبل من الرب. هاللويا. رب رح يكلم بطرق عديدة، بطرق مختلفة. باسم الرب يسوع. هاللويا 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 هاللويا. في شخص هون عم بصلي مشان الزوج، عم صلي، انا بعرف ناس كتير بس في شخص غير اللي بعرفه عم بصلي مشان زوجهم، والرب عم بقول لك قريب قريب انك تشوفيه. الرب عم ذكرني في اخت عنا 30 سنه بتصلي مشان زوجها ورفضت تتعمد بالمي، قالت له ما بتعمد الا مع زوجي بالمي، وهي كبيره مؤمنه، قبل سنة سنة ونص سنتين بجوز عمدناهم مع بعض نهر الأردن. 30 سنة استنت، والآن ما هي مرات تمرض ما بتيجي، هو بيجي قبل على الكنيسة. بعد 30 سنة الرب قدر يعمل. أمين. الرب عم بكلم واحدة بقول لزوجتك، زوجك بقول لزوجك، زوجك قريب يجي، لا تفشلي، قريب يجي، رح تقطفيه، رح تجيبي للرب. هللويا. في واحدة عم بتصلي مشان ابنها في بلد تاني، ابنها في بلد تاني، الرب عم بقول لك لا تخافي، انا بايدي، الولد بايدي، الصبي بايدي، الصبي بايدي، لا تخافي، عدو النفوس ما رح يقطفه، ما رح ياخده، عدو النفوس مش رح ياخده، اطلقي للرب، اطلقي للرب، هاللويا، اطلقي للرب، نعم نعم نعم، لا تخافي، اطلقي للرب، هاللويا هاللويا. مبارك اسم الرب. حدا بعطي المجد ليسوع اليوم؟ حدا بعطي المجد ليسوع؟ هاللويا 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 هاللويا. مبارك اسم يسوع. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب، نشكرك يا رب. هاللويا هاللويا. نشكرك يا يسوع. هاللويا هاللويا. جهاد رب بقول لك انت مغوار، كنت بالجيش لكن انت في جيش الرب اصلا، ورب بقول لك رح استخدمك في اشياء كتير دربتك فيها هناك، زي ما سمعنا اليوم من القسيس، درب داود، كان تدريب لما برعى الغنم، دربه مشان العمل اللي رح نعمله، ورب دربك بالجيش للعمل اللي رح تعمله من أجل الملكوت. إقلال كتير اللي بيجوا من الجيش، كل الناس اللي هون مع احنا متعودين على الكسل، بس الرب بقول لك انت مش متعود على الكسل، لأنه الجيش دربك انك ما تكون كسول، عشان هيك الرب بده في مملكته ناس مثلك، دربك هناك عشان خدمته. الرب راح يستخدمك في هذا الديسيبلين اللي حطه فيك، يستخدمه حتى يوسع ملكوته، يستخدمك في ملكوته. استقبل، قل له شكرا يا رب على التدريب، ما راح صدى باسم الرب يسوع. هاللويا هاللويا. مبارك اسم الرب. تيموثاوس الاولى 6، بدي اقرا لكم اي واحدة من تيموثاوس الاولى 6 بعدين نشارككم بامور كتيرة. تيموثاوس الاولى 6، في حدا معاه كتاب المقدس؟ alright. تيموثاوس الأولى 6 والعدد 17. تيموثاوس الأولى 6 عدد 17. هاللويا. مبارك اسم يسوع. تقدر تربط الحزام عشان ما تتحرك، اربط الحزام، خصوصا لأنه في تيربولنس هلا طالع نازل، في هواء، في مطبات هوائية، اربط الحزام بليز، خصوصا الشباب الصغار، أنا وقاعد هناك اللي طالع واللي داخل، اربط الحزام لأنه في الرب رح يباركك. والذين هم أغنياء، عدد 17، تيموثاوس الأولى 6-17، والذين هم أغنياء في أمور الدنيا أوصهم أن لا يتكبروا وأن يتوكلوا لا على الغنى الزائل بل على الله الذي يعطينا كل شيء بسخاء لكي نتمتع. قول معاي لكي نتمتع. الله الذي يعطينا كل شيء بسخاء لكي نتمتع.
ربنا بده اياك تتمتع. انت بتعرف انه ربنا بده اياك تتمتع؟ هلا في ناس علمونا لانه احنا في هالاجواء هاي اجواء الشرق الاوسط وفي الديانات المسيطره حتى المسيحيه اللي عم بيحكوا بقول لك ربنا خلقك حتى تعبده. انا ما بامن انه ربنا خلقنا حتى نعبده، مش الهدف العباده، العباده وسيله لحتى نوصل للهدف اللي هو نتمتع. ربنا ما خلقك حتى تعبد، هو مش ناقصه زي ما قال قبل شوي القسيس، انا لما بتعزمني انت على بيتك عم تطعميني اكل مش لان انا جوعان، عندي اكل كفايه في البيت. تعرف ان انا عندي اكل كفايه في البيت؟ مبين علي لا alright اوكي عندي اكل كفايه. فلما بتعزمني انت مش عشان الاكل عم تعزمني، عم تعزمني حتى تتمتع معي، صح ولا لا؟ عشان هيك انا بطقش الناس لما بيعزموني، الستات خصوصا لما بيعزموني انا بكون قاعد انا ومرتي قاعدين وهي رايحه وجاي من المطبخ وطول الوقت، بعدين بتحط الاكل قدامنا وهي رايحه جاي على المطبخ بدها تخدمنا بتكون، بس مش هذا هدفنا. احنا اوريدي بجوز ماكلين وجايين، واوريدي بجوز ما عجبنا الاكل. احنا هدفنا لما جينا، لما عزمنا، اذا حدا عزمنا، اذا حدا بده يعزمنا، ايه اعرف شيء واحد، انتوا بتعزموا شلون بالاردن؟ احنا في عزايم عندنا هناك، ولا مره عزمنا الاسيس تاعكم كاسه شاي ما فضاي الله. الهدف مش الاكل، مع انه اكلكم طيب بلبنان، بس الهدف انه نتمتع مع بعض. والرب هدفه مش انك انت تعبده، هلا بتعبده حتى تتمتع. ربنا بده اياك تتمتع. عشان هيك قبل شوي لما بلشوا، لما اجتماع النائع هاي حبيتها منك، هاي اجتماع النائع، بدنا نعمل واحد هناك، بدنا ننقع هناك احنا كمان. انا حبيته هذا، حبيت الاجتماع النائع. انت سميتوه النائع؟ نقع ولا بقع؟ نقع. بدنا نقع. حكيت باجتماع، نسيت ايش بدي احكي، ذكريني يا هدى. تعرفوا ربنا لما خلقنا، الكتاب بيقول انه كان يمشي مع آدم وحواء بالجنة عند هبوب ريح النهار، مساوية كان يمشي. بالعربي اللي مترجم من التركي كان كزدر. انتوا بتستعملوا كزدر ومن كزدر؟ جزدر بالتركي، اللي بيحكوا تركي جزدر. كان يجزدر مع آدم وحواء ليه؟ عشان يتمتع فيهم يتمتعوا فيه. هلا الديانة غيرت، هاي غيرت الكزدورة. ربنا كان يجي كل يوم يقعد يضرب كوع معاهم، يحكي مع آدم وحواء. تصور المنظر. هاي ببداية الكتاب المقدس، بنهاية الكتاب المقدس الكتاب بيقول انه يكون مسكن الله مع البشر. حدا قريها هاي؟ شو معناها؟ ربنا بده يترك السماوات يجي يسكن مع الناس. ليه؟ لأنه بده يمتعهم يتمتع فيهم. هلأ البشر حولوها، عملوها ديانة. لازم تقوم تعمل هيك، تعمل هيك، عليك فيش تمتع. عشان هيك معظم المتدينين مش عم بتمتعوا. طلع المتدينين كلهم، حتى المسيحيين المتدينين دايما وجههم عبوس كشور. ماذا تريد أيها الرجل؟ تصوروا. أنا كل يوم الصبح أنا بتعمل لي كاسة الشاي أول شيء. محترمي مرتي، مش بس مرتك، تعمل لي كل يوم. كنت أشرب نسكافيه، راحت عن نسكافيه. كل يوم أول ما في شاي، مرات قبل ما أفيق الشاي بيكون جنبي عشان أفيق. وبعدين الفطور بيجي هناك، وبعدين تقعد معي بتبدأ حديث. أنا بكون لسه بدي 3 ساعات قبل ما أفيق الحديث، بس بتحاول تحكي معي. تصور تقوم كل يوم تقول لي يا أيها الرجل، يا زوجي العزيز، كيف حالك في هذا اليوم؟ الشاي جاهز. العبي غيره شو بتفعل؟ هذا مش تمتع. تمتع أن نقعد مع بعض نشرب قهوة مع بعض، هاي تمتع. أما إذا عملتها كواجب شو صار؟ صارت ديانة. وكثير منا مش قادرين نتمتع لأنه غيرنا التمتع مع الله إلى ديانة. لازم نعمل له شيء،
لازم تقول أنا ما بنسى أبدا في بداية إيماني ريت عن عظماء الله اللي كان يقوم ويصلوا 3 ساعات كل يوم. أظن قريت عن ويسلي إنه كان يقوم كل يوم 4 الصبح وكان يركع يصلي لحتى يتروق قبل الترويقة مثلا 8 من 4 للـ8 يصلي يقرأ الكتاب المقدس. فقلت إيه ويسلي أحسن مني، أنا أحسن منه. فقمت الصبح 4 وركعت جنب تختي حتى بلشت أصلي إنه ويسلي مش أحسن مني، وبلشت ركعت قدام التخت وحطيت هيك وبلشت أصلي وفقت 8. شعرت حالي، شعرت بتبكيت، شعرت بشعور الرفض انه انا كيف عملت هيك مع رب. تاني يوم فقت نفس الشيء، نمت. ثالث يوم نمت، بعدين قلت مش زبطة معي هذا ويسلي، كيف كان ينام بس 3 ساعات أو 2 ساعات. بعدين اكتشفت انه ويسلي كان ينام كل يوم 8. طبيعي يقوم 4 الصبح. انا بنام 12 1 يوم 4 الصبح. 4 الصبح بكون الفيلم لسه بلش. ما هاش 4 الصبح فيه. بس قالوا لي هيك لازم تعمل، قالوا لي لازم تقرا الكتاب المقدس 5 إصحاحات في اليوم عشان تخلص الكتاب المقدس بسنة واحدة. صرت أقرأ 5 إصحاحات مش فاهم ولا إشي، هقرأ وأقول أنا قريت 10 اليوم، أنت قريت 9، يا ويلك أنا قريت 10. بس قريت 10 بدون أتمتع، وربنا بدوش إياك تقرأ وتعمل أشياء وتصلي لأنك مش متمتع. ربنا بده يمتعك معي أنت. كل شيء بتغير لما تعرف انه ربنا بده يتمتع. شو رايك مثلا بكره تبدا تصلي معاه تاخذ كاسه الشاي او كاسه النسكافيه او قهوه الصبح وتضرب كوع وتفتح الكتاب المقدس تقول له تعال خلنا نتمتع انا وياك يا يسوع، تعال خلنا نتمتع انا وياك وشوف شو بصير. اما لما يصير في عندك انك بدك تعمل واجب، بدك تعمل شيء مفروض عليك، راح تتحول الى ديانه، والديانه دائما بتشيل منك كل نوع من الفرح. ربنا بده اياك تتمتع معه. قول امين. هلا خليني اقول لك، في ناس كتير ما بتمتعوا في اسباب. التمتع بلزموا بعض الاشياء. ليه ما بنتمتع؟ راح احكي عن 3 أشياء بجوز ما خلصتهم 3، راح نبدا في واحدة على ليلة. اول شيء ما بتقدر تتمتع مع الرب اذا ما عندك تسليم كامل للرب. إذا مش مسلم تسليم كامل للرب ما بتقدر تتمتع. أولا إذا مش مسلم حياتك في البداية للرب تقدرش تتمتع معاه. دائما الله بالنسبة لك بيكون بعيد، بيكون ظالم، بيكون ما بحبك، بتشعر أنه تشعر أنه الله متطلباته كتيرة. أنا قبل ما أجي للمسيح تعرف شو كنت أفكر الله؟ أنه قاعد على كرسي كبير ودقنه بيضة هيك، تخيلي كان وانا شاب صغير. بالنسبة لي الله كان قاعد على كرسي كبير على 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 العرش او فوتوي كبيرة، هيك كان العرش بالنسبة هيك، قاعد على فوتوي وهو كبير الايام يعني شيخ، ولانه ما بتحرك كان ناصح كتير ومكشر في العالم وفي الدنيا كلها مش شايفني الا انا. حاطت عينه علي، يا ويلي اذا بلشت افرح بشي. هي صار يفرح، ابعتوا له ملاكين يبنشروا له السيارة، ابعتوا له ملاك خلي يخرب له فكري عن الله كان انه قعد لي بالمرصاد هي 10 وصايا زيدوا له عملوها 13. كان فكري كل ما اروح على الكنيسة الوعاظ كانوا دايما يتكلموا عن اشياء، شو المتطلبات الله منك. ابيه اطلع من الكنيسة من كثر المتطلبات هقول ما بقدر اعمل نصهم، هذا اذا حاولت. متطلبات الله كثيرة
ومتطلب، بعدين بيخترعوا لك متطلبات تاعون الكنائس. القسيس بده يعمل متطلبات عشان يخليك تشعر انك انت لا شيء، عشان تمك انت لاحقه. مطلوب منك كذا، تقرا 4 صفحات ويلك 5، تيجي تاني يوم تقول له ريت 6، بقول لك ليش مش 9؟ صليت 2 ساعة، ليش ما تصلي 3؟ صمت 3 أيام، ليش ما تصلي 20؟ مع عمره. وبعدين ربنا دائما 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 غضبان، ودائما لازم تكون قدامه. عشان هيك انا بتمتع لما في ناس كتير هلا بضحكوا عليكم انتوا بتنطوا وبتفطوا ومش عارف شو وبترقصوا وبتزقفوا ومش عارف ايش. انا اول ما جيت للايمان كنت اسمع لواحد بغني بالروك، كريستيان روك، بيقول why should the devil have all the good music؟ ليه الشيطان لازم يكون عنده كل الميوزك الحلوة؟ الميوزك اللي برا حلوة، بس تيجي على الكنيسة الميوزك بتنعس بتنيم. بعدين انا وصغير اهلي كانوا ياخذوني على الكنيسة، مرات يغصبوني بس اروح على الكنيسة غصب، واقعد بالكنيسة. الكنيسة اللي كنا نروحها كان في ايات، يحطوا اية بالكنيسة. انتوا حاطين هلا ولا شلتوهم؟ انت شلناهم. مش عارف ليش بحطوا ايات، لانه الكتاب كله ايات، ليه ما يحطوا الكتاب كله، يعلقوا الكتاب. بس كانوا يحطوا الاية هاي معينة، هاي الاية كان تفلقني هاي الاية. من بين كل الايات بالكتاب المقدس، من بين كل الايات، في ايات حلوة كتير بالكتاب المقدس، كان هاي الاية موجودة على الكنيسة هاي. هلا شالوها بعد سنين هاي الكنيسة. كانت الاية موجودة من حبقوق: الرب في هيكل قدسه فاصمت قدامه يا كل الارض. الرب في هيكل قدسه اصمت قدامه يا كل الارض، فخليك مسكر بوزك وقعد. احلى اشي في الكنيسه كان لما يقول امين بالاخير، احلى شيء. نخلص يا عمي، ما حد يتقول، الكل مكشر، بس يطلع برا الكل مبسوط. مفروض يكون العكس. church should be fun ولا لا؟ من روح هناك. انا بعرف الاحترام والهيبه وكل شيء هذا، بس تصوروا في البيت عندنا احنا. ان شاء الله زوي اوريدي شفتها شو عم تعمل اليوم، كانت عم تحبي حوالينا وبتضحك لي. هلا الاولاد قلال بيضحكوا لي، شادي ما بعرف حبيتها الزوي هاي، هللويا بتضحك لي عاده. بس الاولاد تصور في البيت لما يكون في كل شيء ستريكت وهذا. الاولاد تعرف ايش تعلمنا من شيء؟ اول ما اجوا الاولاد عندنا كان عندنا صالون ابيض. ايه الاولاد يجوا، اولاد اصحابنا اولاد الكنيسه، يلعبوا الابيض. كنا نخاف اول، ايه ابيض، ايه خرب. بعدين شفنا انه يا منخلص من الصالون يا منخلص من الاصحاب. قلنا لا منخلص من الصالون. تعرف كيف خلصنا؟ يتوسخ يخرب. وبتعرفوا هذا الصالون موجود عندنا صار له 30 سنة وما توسخ لما احنا استسلمنا للرب. اسمع حبيبي، تعرف ليش انت مش قادر تتمتع مع الله؟ اولا لانه ما لكش علاقة معه، مش مسلم حياتك. ثانيا مسلم حياتك بس مش مستسلم له كليا. شدد على اعصابك، ارتخي شوي، افردها شوي، بحبحها شوي. ليه؟ لأنه بيك السماوي ماسك زمام كل الدنيا كله بإيده. هللويا. وطالما أنت عاصص على حالك وشادد على حالك ما راح تتمتع. شو بدي يصير بكرة؟ وإذا الدولار نزل، وإذا الليرة طلعت، وإذا مش عارف شو، وإذا الزبالة لموها، عندكم زبالة ما شاء الله، إذا لموها ما لموها، إذا صار في رئيس ولا ما صار رئيس، إذا زحلقوا ما زحلقوا، إذا أجا فلان، إذا إسرائيل أجت ما أجتش، إذا داعش هلا طلعت واحدة جديدة، إذا داعش أجوا شو منساوي؟ تعرف إنه في ناس مؤمنين عم بناقشوا بالأردن لاهوتين، إذا داعش أجوا شو منعمل؟ قلت لهم ما رح يجوا إذا أجوا الرب بهتم فينا، لأنه لا البلد بلدي، إحنا منصلي. ما في احد الا منصلي، ما في يوم الا منصلي مشان بلدنا، نصلي مشانكم، نصلي مشان سوريا، وراح نصلي مشان سوريا كمان. انا على قلبي انه نصلي مشان سوريا. بس اسمعوا، ما بتقدر تعيش وانت شادد على حالك. ما بنسى ابدا
في لما أولادنا كانوا صغار، يعني صغار 10-12-13، قررنا لما أول قررنا يعني مرتي قررت، أوكي إيه هلا صرت أفهمها، لسه في أشياء كتير لسه إيه. إنه بدنا نأخذ الأولاد على ديزني وورلد، ديزني وورلد بفلوريدا، أورين؟ فكيفنا ورحنا احنا والاولاد على ديزني وورلد. هلا اللي منكم بيعرف عن ديزني وورلد بيعرف انه ديزني وورلد في اشياء حلوه كتير، وفي ميكي ماوس ومش عارف شو، هدول اشياء حلوه، وفي قوارب وفي اشياء حلوه. بس في ديزني وورلد كمان في الرولر كوسترز. تعرف الرولر كوسترز ايش بسموه بالعربي؟ الرولر كوسترز اللي هو هدول اللي بيطلعوا بينزلوا، بيطلعوا فيك السيارات اللي بيطلعوا بينزلوا. ايه فهلا اولادي طالعين لامهم، بابا بدنا نطلع هون. قلت لا لا هاي مش مفروض تطلع عليها انتو صغار. راحوا بتقيس طولك، راحوا قاسوا طولهم، قال لا بابا بطلع لنا انه نطلع. قلت لهم اوكي بس مش اليوم، بكره. ليه بابا؟ قلت لهم طيب اطلعوا. وانت؟ انا اليوم مش عبالي، انا بحب ابقى هون. طب لاني خايف. حدا زي بخاف من هدول؟ بدكم تحرير انتو. بس صدقني بتخوف هاي. في حدا منكم طلع عليها؟ اوه. فقالوا لي بابا رح تطلع؟ لا لا. بعدين واحد منهم اظني امهم قالت لي خايف؟ تلو لو انا بخاف انا رجال. طيب اطلع. قلت لها بس انا اليوم ماكله زياده معدتي، بتعرفي اني لما بنطلع وبننزل معدتي. قالت يلا اطلع اطلع. قلت لها بابا اطلع معنا ما بصير نطلع لوحدنا، اطلع معنا، المهم محسوبكم. وطلعنا. هلا انا قاعد هناك وقلبي لسه ما تحركت. تحرك ما تحرك، تحرك لسه ماشي ما تحرك شيء. المهم طلعنا. هلا طلع حلوه. goes up fantastic. عم تطلع طلوع وهي ورائعة، شايفين شباب ما فيش بخاف، لا تخافوا يا أولاد. مين اللي خايف؟ أنا اللي خايف. وصلنا فوق وفجأة بلشت تنزل. هلا هدول شلطيفك بطلعوا لورا هيا. وقلبك بصير بإجريك، بتشوف الأرض عم تيجي عليك، منظر بخوف والشعور بخوف كتير. وأنا ماسك على الحدايد قدام، مع أنه مربطينك، ماسك على الحدايد عم بضرب بريكات فريمات. ما عم بتوقف، ما عم بتخف. كان عندي حلين، يا انه اتمني بهالجو هذا، يا انه استسلم كليا. وتعرفوا شو صار؟ غمضت عيوني قلت ابانا لازف صار. نؤمن بلا ان واحد فعلا ندان. نو اللي عملته سلمت، استسلمت، غمضت عيني، صرت أطير بالهواء. كان أحلى experience بحياتي. وصلنا تحت، قلت لهم كمان مرة. كمان. طلع علي الأولاد ما صدقوا. تعرفوا بلشت أتمتع فيها. تقريبا. بس لأنه سلمت. أقول لك تعرف ليش مش متمتع مع الله؟ تعرف إنه في مؤمنين كتار عم بعطوا صورة خاطئة عن المسيح. تعال ليسوع، سلموا حياتك وكل شيء وبتاخذ فرح ويصير لك سلام ومشاكلها. بتطلع على وشك بقول اذا هيك راح يصير فيه ما بدي. الحقيقة طلع عليهم حتى
احنا مرات كتير بيجي على الاجتماع ما منصلي عما نصلي. طلع على حالك لما بتصلي كيف وانت مغمض عينيك، انت مش عارف كيف راح تطلع على حالك وانت مغمض عينيك، بس يعني بتطلع على اللي جنبك، بس طلع يا يسوع باسم يسوع. سوري بدخل واحد من بره بقول مع امساك هذا ريلاكس يا عمي. تعرف اذا انت بتسلم للرب تسليم بيحملك ياخذ بايدك. ما في واحد، تعرف الرب يسوع قال مين منكم اذا بيهتم بيقدر يزيد انش واحد على طوله؟ خليني اقول لك، مين منكم اذا بيهتم بيقدر يغير شيء بهمه؟ مين منكم؟ ما حدا بيقدر يغير شيء بهمك. الهم ما عمره غير شيء سوى غير شرايينك، شرايين قلبك. الخوف ما غير شيء. قبل كم سنة كنا بالمؤتمر هذا وخلصناه، بعدين تتذكر السي الشادي رحنا انزلنا مع الولاد، كانوا الشباب معاي، انزلنا بالرويال. تتذكر كنا مع بعض بالليل، كنا بنسهر مع بعض، فكنا بالرويال ومبسطين ومش عارف شو، وبعدين كنا مع السي الشادي انا وياه ومرتي وابننا الثاني. ابننا الكبير كان معنا وكان سنة تانية جامعة من امريكا جاي، وكان حرب 2006 كانوا خلصت بقى، يعني وقتها خلصت او السنة اللي قبلها مش متأكد، مش 2006 2007 كان. قال لي بابا معلش اخذ السيارة. السيارة شو بدك تعمل فيها؟ قال بدي اروح على بيروت جنب الاي يو بي، اصحابي هناك بدي اشوفهم. كانت الساعة 11 بالليل، فانا قلت له طبعا لا، وين بدك تروح؟ انت مش عارف شو عم بصير بالبلد، وين رايح هناك وحواجز ما حواجز؟ قال لي بابا طبعا استحيت اقول له لا، لانه الاسيس كان معي، استحيت من الاسيس. انا قالت لي بالارمني سكيتو يرتدغان سكيتو، يعني خليه يروح الولد. وما قدرتش اقول لا، اهلين اسيس شلطي يرتس، اخذ السيارة وراح الحق على امه. خلصنا اظن معك ورجعنا ونمنا الساعة 3:30 وجا الصبح. فيقتني اني عم تلفن له، راحت على الاوضة جنبهم، اوضة مفتوحة على بعض، راحت هناك واحد نايم والتاني مش موجود، ميجو ما رجع 3:30 الصبح ما رجع. فيقتني قالت لي مش راجع الولد، قلت اوكي نتلفن له. تلفنا، التلفونات ما عم بالقطو، كل التلفونات ما عم بالقطو. هلا عني بتقول انه تابت عن كل خطاياها السابقة والآنية واللاحقة والخطايا اللي ما عملتها والخطايا اللي عملوها اصحابها والخطايا اللي عملوها الكنيسة، تابت عنهم كلهم، بس رجع لي لا يا رب. على فكرة ساعة 4 وشوي رجع الولد مبسوط. الهم تاعنا ما غير ولا شيء. كان لازم نشكر الرب ونبدأ نصلي ونسلمه للرب، بس ابتدينا نهتم. اسمعني يا أخي، اسمعيني يا أختي، إذا بدك تتقدم في الإيمان وبدك تنمو بدك تتعلم كيف تسلم تسليم كلي. بدك تتعلمي كيف تسلمي تسليم كلي. تعرف ليش ما منسلم للرب تسليم كلي؟ أنا بحكي اليوم لناس مؤمنين، في حدا موجود هون بيأمن بالرب يسوع؟ ما احلاكم نزلوا ايديكم، كل واحد يعطيني $1,000 بليز، لانكم بطلوا يامنوا في الرب يسوع. هلا اوكي بعرف، بعتقد ليش من امنش بالرب يسوع، لانه الحقيقه ليش ما منسلمش تسليم، قصدي الحقيقه لانه ما منثق فيه ثقه كبيره. التسليم بلزم الثقه. على فكرة الشيء الوحيد اللي بيرضي الله هو الإيمان. الكتاب بيقول بدون إيمان لا يمكن
إرضائه. بالإنجليزي to please him. بدك تبسط الله، ولا شيء ببسط الله سوى إيمانك. ولا شيء ببسط الله، لا فلوسك ولا شيء، ولا شيء حقيقة. الكتاب ما بقول إنه في شيء بهالطريقة ببسط الله إلا إيمانك. والإيمان جزء كبير منه هو الثقة. الثقة، الإيمان هو الثقة. قبل مدة أنا رحت على الدكتور، وبعدين مش متذكر شو الموضوع كان، كان في عندي شيء، وبعدين أعطاني دواء، وبعد أسبوعين ثلاثة رجعت له كمان، قال لي شو عملت بالدواء اللي أخذته؟ قلت له ما أخذته. قال لي شو؟ قلت له ما أخذته. قال لي بتمزح؟ قلت له لا ما أمزح، ما أخذته. قال لي شو جاي لعندي؟ قلت له مش متأكد. قال لي مش متأكد مني؟ وين الدواء اللي أنا أعطيتك إياه؟ لشو جاي لعندي؟ إذا مش واثق فيي لشو تيجي لعندي؟ الإشي اللي برضي الله هو ثقتك فيه. لما تكون قاعد عندك ثقة، مثل متسليم كامل، لما أنت قاعد في الرولر كوستر والدنيا طالعة ونازلة، ربنا عم فتش في ثقتك فيه. هلا أنت مش فاهم شو عم بصير، بس عندك إشي واحد واثق فيه، ورب عم بقول لك سيبها بإيدي، ثق فيه. I know what I'm doing. أنا عارف إيش اللي عم بعمله. أنا عم بس سلمني وثق فيه. سمعت قصة ولد صغير كان قاعد بالطيارة، وصار في مطبات هوائية بالطيارة، والكل خاف، والكل صار يستفرغ، والكل صار إلا هالولد صار بلعب بلعب قاعد بلعب. قالوا له أنت ليه مش خايف يا ولد؟ مش خايف إنه تقال؟ لا لا مش خايف. قال ليه؟ قال لأنه الكابتن أبوي، أنا بعرف مين الكابتن. تعرف يا أحبة، احنا بدنا نعكس المسيح للعالم، واحنا ما عندناش ثقة فيه. بأول شيء تعرفوا، انا بعرف ناس مؤمنين بيحكوا بألسنة، بيصلوا، بيخرجوا ارواح، بيعملوا، بيربحوا نفوس، بس لما تيجي ما عندهم ثقة. اول ما بسخن الحرارة الولد تليفونات تشتغل، يا بابا العالم امريكا بتشتغل، كل العالم بيشتغل، مش عارف ايش، لو بقدر بصح لهم يفيقوا اوباما بفيقوا. لك وين ثقتك بالرب؟ وين ثقتك بالرب؟ اسمعوا، احنا عايشين في بلاد صعبة. هلو؟ كل يوم والتاني في عندنا مشاكل، بس المؤمن في وسط المشاكل عنده ثقة بالرب، عنده ثقة ان الرب مهتم فيه. اسمع، انت مش متروك للظروف، انت مش متروك للظروف، انت مش متروك للسياسيين، مش السياسيين هم اللي بديروا حياتك. انا بعرف ناس كتير هون من سوريا، وبكرة الصبح أنا وعدتكم أنه أنا بدنا نعمل وقت للصلاة مشان سوريا. اسمعوا، سوريا مش بإيدين أمريكا ولا تركيا ولا شيء، الرب اللي مسلم الموضوع. هلأ أنتوا عم تاكلوها، احنا عم نعد العصي. أنتوا عم تاكلوها، أنتوا ما عندكمش كهرباء، أنتوا ما عندكمش مي، أنتوا ما عندكمش فلوس، أنتوا ما عندكمش كل شيء، بس لسه في كل هالأمور، في وسط هاي الظروف أنا بقول لك الرب رح يعتني فيك في وسط هذه الظروف، لأنك أنت ابن للرب، لأنك ابن للرب، لأنك الكتاب بقول سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. الاتكال هو الثقة، والرب بده إياك. أنت بجوز أنت عم تفكر أنا صار عمري 25 وما لقيت العريس. واحدة أجت لي صلي للبنت، قلت لها شو مالها؟ هلا لا بدنا عريس. صار عمرها 22 ما أجا العريس، صارت عراف، 22 صارت عراف. صلي لي صلي لي، خلينا نصوم 21 يوم عشان خايفين. بعدين نشكر يسوع، نشكر يسوع. لما تيجي الأمر بتعلق فيك بتخاف من أول شيء، ما عندك تسليم. بمنسى أبدا بي كان يشتغل بالأفلام، كان مصور، كان يشتغل بالأفلام، كان الساعة 7 الصبح كان عم بحلق دقنه، وإحنا صغار كان عم بحلق دقنه قدام وبرنم، كان كل يوم الصبح هو يحلق دقنه وبرنم. أجا تليفون، كل دقنه هون صابون، وأجا تليفون راح لجوا حكى بالتليفون، بس بعرف شيء واحد، قال حمدلسون نشكر رب بالحمدلسون بالتركي، بعدين حكى بالأرنب باركستو. وأنا قلت له بابا شو فيه؟
قال لي كونتينر كامل بالصحراء هلا قلب، كل الافلام صاروا بالصحراء. قلت له عم تقول نشكر رب؟ قال نشكر رب كل شيء رب. هللويا كمل حلاقته وعادي. انا ما بنساها لانه كان عنده ثقه بالرب، ولا شيء صار، لموها كلها ولا شيء خرب، ولا شيء خرب. اسمع، اذا عندك ثقه ثقتك راح تجرب، راح يهزها راح يهزها، ورب يقول لك اذا بهزها راح تثق فيه. هلا ما بتقدر تتمتع الا اذا وثقت فيه. خليني اقول لك، ما بتقدر تنام بالليل بامان الا اذا كنت واثق فيه. اذا كنت واثق فيه بتنام بكل سهوله. هلا انا من النوع اللي بقلق على فكرة، إذا بتقلق معناه إنه مخك بيشتغل. بسيطة، ف نورمال يعني. نشكر الله اللي ما عمره بقلق، في عنده حلين، يا إنه مسلم للرب تسليم كامل، يا إنه مخه ما بيشتغل، يا إنه مخه مضروب ماكل شورت، الهارد ديسك مضروب، لأنه اللي بفكر بقلق. Right. انا ما بدي اياك انك ما تفكر، انا بدي اياك تفكر وبعدين تقول بس انا بختلف عن الاخرين، انا عندي رب، انا بختلف عن الناس اللي برا، انا عندي اله، انا بختلف عن الناس الثانيين، انا عندي يسوع، انا عندي الشخص اللي قال لي عيني عليك، انت مثل حدقه عيني، لا احد لن يضرك احد، انا ماسك بين ايدي، اللي بيمسك بيمس حدقه عيني. هذا الاله اللي بنعبده. هلا نورمال تخاف، نورمال تخاف على اشياء، بس مش نورمال انك تقلق لدرجه انك تفقد اعصابك. في البعض منا صار له سكري من هذا الشيء، في البعض منا قلبه صار مشان الخوف اللي عم يصير. ياما ناس صار ما عندهم امراض بسبب الخوف، المخاوف اللي صارت. انا بطلع على اخوتي اللي اجوا من حلب عم بيحكوا لي عم بيجي عليهم براميل وبيجي صواريخ وبيجي مش عارف شو عليهم. إيه انا اذا حطوا فتش جمالة بطل، فاهمين علي؟ بس الرب اعطاهم نعمة في كل هالظروف. قالوا احنا مش بحاجة الا لصلواتكم، بس لصلواتكم، مش بحاجة الا لصلواتكم، معناها تسليم الكامل للرب. اسمع، تعرف ليش ما بنسلم؟ لانه ما عناش ثقة فيه، لا نثق فيه. والثقة بتحتاج انك تعرفه. انت ما بتثق في واحد ما بتعرفه. بتعرفوا انا اول شيء بعمله اذا بروح على الدكتور، حدا منكم بروح على الدكتور؟ اول شيء بعمله بطلع على الحيطان. بتعرف ليش؟ لانه الشهادات معلقة على الحيط. في حدا دكتور هون؟ ما اوكي ترفعش ايدك. بس في دكاترة عنا بيحطوا شهادات معبية، رشق الحيط كله شهادات. هلا 99% من هدول الشهادات ما لهمش قيمة. بقول حضر اجتماع يوم واحد بعطوه شهادة حطها هناك. انا هلا اللي ما بيعرف لغة، في ناس ما بيعرف، بقول لك واو هذا دكتور فهمان، طلع عليه ولا شهادة، او بقول شهادة تقدير من شركة الادوية لانه باعهم ادوية كتير او اشي. بس انا بفتش على شهادة التخرج تاعته. الأسبوع الماضي ابني أرين لعب بفوتبول كسر إجره مثل أسيسكم، وأنا أخذته على الدكتور. هلا الدكتور شفته بالمستشفى، بس رحنا بعدين قبل ما نيجي هون رحنا عنده. أول شيء هو كان عم بحكي مع أرين، أنا عم بطلع على الحيط بفتش على الشهادة. ثلاث أربع شهاداته كانت فالصة، ما لهاش، بس لقيت الشهادة اللي بدي إياها، متخرج وعنده تخصص بالعظام. صار عندي ثقة فيه، صار عندي ثقة. اليوم إذا بدك ثقتك تزيد بالرب، بدك تفتش على شهادته، على شو تفتش؟ على أعماله، تفتش على الأشياء اللي بيعملها، بدك تعرفه أكثر. عادة ما بتعرفش حدا بتسأل، تروح على واحد. اليوم واحد سألني بتعرف دكتور أخصائي بالشغلة الفلانية بالصدرية؟ مش بتسأل أنت؟ قال لك روح وقل له خلاص هذا على العمى يبار. بتروح ليش؟ على شهادة واحد تاني. بس الأفضل أنك أنت تعرفه، ولما بتعرف الشخص تثق فيه. وعشان هيك أنا بقول لك، تعرف إيش بحاجة نحن في هالأيام؟ بحاجة أن نتعرف على الرب أكثر. ما بنثق فيه لأنه حقيقة ما بنعرفه من خلال كلمته. تعرفوا ليش أنا بقرأ الكلمة؟
عشان اتعرف عليه، اتعرف على طرقه، اتعرف كيف عمل مع داود، كيف عمل مع شاول، كيف عمل مع بولس، كيف عمل مع بطرس، كيف عمل مع التلاميذ، كيف عمل في العهد القديم، كيف عمل. اذا عمل معهم راح يعمل معي، اذا اتعامل معهم هم مش افضل مني. عشان هيك ثقتي بتزيد فيه. تعرفوا لما تعرفوا ثقتك بتزيد فيه. فأول شيء منثقش فيه لأنه ما منثق، ما منسلم لأنه ما منثق فيه، ما منثق فيه لأنه ما منعرفه. ثانيا تعرفوا ليش ما منثق فيه؟ خلينا نقولكم ليش ما منثق فيه. ما منثق فيه لأنه منعتقد أنه مندبر أمورنا بدونه. هلا في بلادنا بيختلف. أنا رحت على السويد، في البعض منكم عم حضروا حالهم يروحوا على السويد. رحت على السويد قبل كذا، اول مره رحنا انا وانا على السويد حتى نخدم. وبعدين كان في اخوه من سوريا من الحسكه وهذيك المناطق، كان في اخوه من 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 العراق. بقول لهم، بسال واحد بقول له شو بتشتغل؟ بقول لي ما بشتغل. بقول له قد ايش صار لك هون يعني ما لقيت شغل؟ لا بقول لي انا صار لي 4-5 سنين ما عم بشتغل. قلت له كيف تعيش ما بتشتغل؟ قال بتعلم لغه. 4 سنين تعلم لغه ولو بتعلموا عربي بقل من 4 سنين، والسويد مش هالصعب. قال لي ما هو ببلاش والحكومة بتدفع، وأنا قاعد بتعلم بمددها بتعلم. قلت له حبيتها السويد. وبسأل واحد تاني بقول لي أنا أولادي بروح على المدرسة هاي، بس احنا نقلنا، فهذيك المدرسة ما في باص يجي ياخدهم، الحكومة بتبعت لنا تاكسي. قلت له واو بتدفع قديش؟ قال ولا شيء، بس الحكومة بتدفع عن التاكسي عشان ياخدوا الأولاد بتاكسي ورجعوها. قلت حبيت هاي الحكومة. بعدين لقيت واحد قلت له شو بتشتغل؟ قال لي بشتغل على تاكسي. قلت له تاكسي يعني؟ قال لي بشتغل يومين. قلت له كيف يومين؟ قال لي باخذ الاولاد وباخذ السكرانين يوم السبت والجمعة بالليل لانه ما بسوقوا، ما انا بسوق فيهم. وقال لي الحكومة بتدفع لي 80% لانه اشتغلت في محل، بعطوني 80% من راتبي تركت هناك، ومن هاي بقول لي بكفي. حبيت الحكومة. وبعدين اكتشفت انه مدام الحكومة بتدفع كل شيء. لقيت واحد بقول له مرتك شو بتشتغل؟ قال مرتي بتدير بالها على وحدة مريضة. قلت له وين؟ قال في البيت. قلت بتجيبوا المريضة على البيت؟ قال لا، المريضة هي خالتي. قلت له كيف هاي؟ قال بتقبض راتب من الحكومة. ليش؟ عشان بدير بالها على خالتي. قلت له وين خالتك؟ قال مرتي وخالتي، مرتي مش هون، بس خالتي الحكومة عطتها إجازة شهر تروح على العراق مدفوعة الثمن وبعتوا معاها واحد. حبيت هالحكومة. دخلك انتو تحتاجوا ربنا هون. هذا النتيجة اللي وصلتنا. مدام في كل شيء ما بتحتاج ربنا. تعرف ليش ما بنثق فيه؟ لأنه مندبر حالنا بدونه. قالوا لي يا واحد احنا منحتاجش الله، احنا مدبرين الحكومة. هلا اكتشفوا العرب ايش عملوا في السويد، هلا عم بشدوا عليهم، بس ايام ما في حاجة لشيء. الحكومة هي الله بتوفر لك المصاري، اذا مرضت اذا هذا، واحدة ختيارة معطينا زر هيك تكبس على الزر اوب بلحقوها اذا صار لشيء، بجيبوا لأكل الظهر، الظهر بالليل والصبح كل شيء، بدي بالهم عليها. ما تعرف ليش ما بتثق بالله؟ لأنك مش بحاجة إله. أنت بتبدأ تثق بالله لما بتصير بحاجة إله. alright. ربنا بده إياك تسلم لأنك تثق فيه. ربنا بدك تثق فيه، تتعرف عليه، بدك تعرفه. وخليني أقول لك مرات ليش ما بنثق بالله. أنا عقلاني، إن شاء الله بتصدقوني انه انا عقلاني، انا شخص عقلاني. بفكر اللي بقوله، بفكر انه الشخص اللي بقول انا بثق بالله انه شخص اتكالي. بس الثقة بالله مش شخص اتكالي. فاهمين علي انتو؟ معاي انتو ولا نمتو؟ فيقوا لا تناموا، اضرب اللي جنبك قول قرب يخلص لا تنام. في بعض الناس بيفكروا انه الثقة معناها انه يكون واحد غايب طوشة. تعرف ايش غايب طوشة؟ يعني بايعها، يعني لا مبالي،
يعني قاعد هيك. زمان انتو اللبنانية كان في عندكم واحد اسمه فليمون وهبة. فليمون وهبة البعض منكم ما بعرف، اللي عمره أكثر من 20 بجوز بعرف. فليمون وهبة كان يغني أغنية، كان يقول سرقوا لك بيتك بسيطة. حدا منكم تذكر هاي الأغنية؟ أرايتها. سرقوا لك بيتك بسيطة، هدموا لك حيطك بسيطة، شو هالقصة يا ابو تجليطة، شو ما حكينا لك بسيطة. بعدين بقول له مرتاحوا. بعدين بقول له لا تندم لا تهتم، مع عمرك رح تحمل هم. جحي قال هالموال، خربت عمرت نزلت طلعت، حايد عن ظهري بسيطة بسيطة. هلا الاتكال مش هيك، الاتكال تعرف انك انت بايد سيد الكون كله، هو ماسك. بالترجمة الفان دايك بقول هو قابض قرعتي، كل مرة أراها ولسه أنا ما عنديش قرعة، كنت أراها قابض قرعتي. طلعت قرعتي. هو قابض قرعتي، يعني القرعة بتاعتي النصيب بتاعي بإيده. أنت تعرف أنه نصيبك بإيده؟ تعرف أنه مستقبلك بإيده؟ تعرف ان اللي جايك بايده؟ تعرف انه مدبر لك خطط منيحة، افكار من نحوك افكار خير لا شر، ليعطيك رجاء واخرة؟ تعرف هذا الشيء؟ اذا بتعرف هذا الشيء بتسلم. هلا مرات تبدأ تفكر تبدأ تقول طولت علي، بس بتعرف انه هو ما بروحه. تعرفوا اسمه لا ينعس لا ينام، حافظك، حافظ ازاي؟ حافظ اولاده، لا ينعس لا ينام. لأن مرات كثير صلواتنا كأنه الرب نعسان، كأنه الرب نايم، هيك بنصلي يا رب مش عارف شو عمل في جهاد، مش عارف يا رب أنا عم بدايني هيك بنصلي. في حدا غيركم بصلي زي هيك؟ أنا بطلت أصلي يوم دول، بس كنت أصلي وأبكي قدام الرب، شايف شو عم بعمله فيه، شايف فنجان، شايف يا رب، شايف 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 شو سووا وشو سووا. بعدين في يوم عم ببكي هيك وبصلي قدام الرب وسكتت. هلا لما بتسكت انت الرب بطلع له يحكي، انت بتمك تحكي 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 قر 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 اهو غلط، تحكي 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 تحكي، اسكت شوي عشان يحكي معاه. ولما سكت الرب حكى معي، قال لي خلصت؟ قلت له مش عارف ايش بصير. قال لي لا، امتى صارت هاي؟ لا معقول، شو هالحكي؟ واو ريلي، شعرت عم بضحك علي الرب، بتخوت علي بالاردني، معقول انت عم تحكي مع الرب كانه مش عارف شيء؟ كانوا بقول لك ريلي انا كنت ماخذ اجازه، سوري الايميل ما وصلني. جاء إيليا لما صلى مع عبدة البعل، قال صيحوا عليه بجوز نايم إلهكم. الحية بتعرف شو قال لهم؟ بجوز بالحمام، بجوز ماخذ بالحمام، عم قاعد جوا بالحمام زرع حاله، صيحوا أكثر ليسمعكم. مرات كتير هيك ما عندناش ثقة إنه ربنا مسيطر على كل الأمور. لما يكون عندك ثقة إنه الرب مسيطر على كل الأمور بتسلم. لما تسلم تبدأ تتمتع مع ربنا. قل بدك تتمتع، حدا بده يتمتع؟ حدا غير بده يتمتع؟ الرب يقول لك سلم، الرب يقول لك سلم. أعطيك واحدة كمان ورح أخلص، أنا صلي بحكي 40 دقيقة تقريبا. في حدا عم بحسب؟ ما حدا عم بحسب؟ حكيت 3 دقايق. أوكي أضحك عليكم. كمان واحدة بس أتركها، الثقة. الشغلة الثانية، بتعرفوا ليش ما بنقدر نتمتع مع ربنا؟ لأنه فقدنا شغفنا، الباشن. ترجمت صح؟ باشن طلعت معك، برافو عليك، حبيت هذا الولد. باشن، كتير منا كمؤمنين، ارفع ايدك اذا صلك 2 سنين بالإيمان وطالع بس، معظمكم. اللي بيصير معانا بعد مدة، بعد ما نمشي،
بصير المشي مع الرب يفقد بريقه، يصير روتيني، تعودنا عليه. هلا مع هذا بتيجي الصعوبات، بتيجي الضيقات، بتيجي الأزمات، بتيجي الأمراض، بنفقد الحماس تاعنا، الشغف بتاعنا. لما بنفقد الشغف تاعنا بنبطل نتمتع في ربنا، بطل في شغف. عمرك شفت اثنين متجوزين جداد، خاطبين جداد، كيف بيعملوا؟ ماشيين مع بعض، ماسكين ايدين بعض، ماشيين عاطين ايدين بعض، تعرفوا بيعملوا هيك عندكم؟ هلا بعد 20 سنة بيكون ماسك ايده، لانه اذا ترك ايده بتعمل شوبينج. بس الشغف راح، الباشن راح. عشان هيك مش عم بتمتع مع الرب. بتعرفوا اذا بتفتح قنينة كوك كولا بيبسي وتركها برا، بعد مدة الفز تاعها بروح. تحاول تشربها، بتقدرش تشربها. كتير من المؤمنين فقدوا الفز تاعهم، فش هايرينو بيدي سيم سيفن اب وقناه فش تعمل السيفن اب، تفتحها فش. هاي الفش هاي راحت في حياة ناس كتير. هلا اسباب كتيرة ليش راحت، بس هذا ببطل تتمتع بربنا. ربنا بطل عندك، مش عم بعمل فش معك. فاهمين علي؟ انا في عائلتنا ربنا معطيني مرة دايما فش من جوا، دايما حياتها قبل الساعة 11 كل يوم الصبح في عندها 30 مشروع، مرات 20. اللي منكم بعرفها، انا بعكسها. انا زي هذا صاحبي اللي مرة شفته تخين هيك كتير، شي 190 كيلو بجوز كان وقصير. بقول له مرحبا كيفك، كان من ايران. قال له انا منيح. بقول له شو اسمك؟ قال لي، قلت له شو بتشتغل؟ قال لي اسمع، انا كل يوم بنام لساعة 12. قلت له اوكي، شو بتعمل بعد الظهر؟ قال لي بعد الظهر برتاح يا اخي. الله. هلا في البيت احنا، انا هذه كتير مرتي. هلا ابننا مجو الكبير طلع لامه، الثاني طلع لامه شوي الي اهدى، 50-50. بس هذاك زي ما اختراعات جديده. انا بطلع عليهم بقول كيف بيجيبوا هالشغف للاشياء اللي بيعملوه. اني وابني الكبير عندهم شغف. تعرف واحد بحب فوتبول؟ هلا انا بحب فوتبول once every four years بس. وقت الهدف بتصير فوتبول، بتصير تشجع. مين بتشجعه؟ ألمانيا. ولا بتعرف واحد من ألمانيا، أنت ما عندك شغف. بس تعون الفوتبول اللي عندهم شغف بيعرفوا مين انباع، مين اشترى، مين جاب جول، مين راح، مين بده يروح، مين عم بفكر يروح، مين عم بفكر يشتروه، مين عم بيعمل، مين جاب جول، مين ما جاب جول. بفيق ابني أرين بحب الفوتبول، معاه جروب واتساب ببعث لبعض شو صار، شو ما صار، شو اللعبة، شو اللعبة، شو مش عارف ايش. انا اذا واحد بعتني على الواتساب شو صار، بقول له شو صار بشو. هدول عايشين شغف. هذا ابني الكبير مرة قال بابا انا رايح اتسلق جبل، اعلى جبل في المغرب، نسيت شو اسمه، ايش اسمه، واحدة من هجبال هناك 4000 متر. قلت له يا عمي انت، قال لي بابا تدربت وعملت واشتريت وحطيت وبدأ اروح. وانا تعرف هذا الوقت كيف بدي اتسلق جبال 40 متر ما بنقدر نطلع. المهم اجا تليفون من الشغل من واحد قال له احنا جايين اليوم الفلاني
جاي على زيارة ميدانية بالشغل. قال له أنا ما بكون هون فأجلها أسبوع. قال له ما بقدر أجلها، السي او الكبير جاي معاي، ما بنقدر نغير، لازم نيجي بهذا اليوم. أنا قلت شكرا يا رب لاستجابة الصلاة، شكرا شكرا، كأنه مش استجابة الصلاة. قال بابا بكون هون يوم الثلاثة. قلت لك كيف بدك تروح يوم الثلاثة؟ بدك تروح تتصلى. على فكرة عشان تروح المغرب لازم تروح عن طريق فرنسا، عمان باريس، باريس مراكش، وبعدين بدهم يسوق 4-5 ساعات بالسيارة ليوصلوا تحت الجبل، وبعدين بده يتسلقوا الجبل، بدهم يروحوا. ترجيته ما راح، عنده شغف، عنده شغف. راح الولد. بعد يومين ولا أجاني تليفون من المغرب. إيه؟ خفت إنه صار له شيء الولد. ها بابا شو في؟ قال ولا شيء، أم أوكي. بس أنا بدي أسأل عنكم، كيفكم أنتوا؟ قلت له إحنا منعرف في شيء معك؟ لما واحد بسأل عنك مفروض انت. قال لا لا ما في شيء، انا بس كنت بدي اعرف امبارح طول الليل وانا عم بستفرغ، فمش عارف اتسلق بابا، بقي علينا التسلق الاخير، اتسلق ولا لا؟ قلت له طبعا لا، ارجع. شو تتسلق يا زلمة؟ ارجع. خلصت طبعا ما بسمعني، طالع لامه. بعد ما رجع قلت له ليه ما سمعتني؟ قال كنت عم بنتظر منك تقول لي ما تتسلق، لأنه هاي كانت الدافع اللي إنه أتسلق. قال لي لما أنت قلتي، أنا كنت مريض، قال لي كنت مريض، كنت عم فكر، أخذت أدوية وشي، كنت عم فكر إذا البابا قال ما تتسلق معناها this is a challenge I will. يا يسوع من وين بيجيبوا هالشغف هذا؟ عم بحكي لك على الشغف. تعرف شو صار؟ تسلق طلع فوق، كانوا ستة، ثلاثة طلعوا، ثلاثة ما طلعوا، طلعوا ثلاثة، رجع أخذ تاكسي رجع، طلعوا الرجعة بجوز 20 ساعة، طلع أخذ تاكسي راح على المراكش، وصل على أوتيل بنص الليل، قال لهم في أكل؟ قالوا له ما في أكل. أعطى 21 يورو، جاب له أكل، أكل، نام لساعة ثلاث ساعات، طار لباريس، من باريس طار لعمان، وصل ساعة 7 البيت، كان عندنا اجتماع بالبيت، قعد هاي داد، دخل جوا، عمل شاور، لبس وطلع. وين رايح؟ قال استقبل معاي المدير. قلت what passion. قلت هذا الباشن إذا موجود عند المؤمنين الدنيا بتتغير. هلا أنا ما بعرف تفاصيل، بس أنا بعرف عندي التفاصيل. بتقول لواحد بدك تخدم، بقول لك وراك رجال أسيس، وراك رجال، تاني يوم مش موجود. ولا يهمك وراك رجال، إيه ولو توب أول يوم، تاني يوم، بعدين بنشر. ما في هالشغف، ما في هالحماس للرب، ما في هالحماس. عشان هيك مش عم بتمتع. تعرف مين اللي بتمتع؟ أشخاص زيهم، أشخاص زي هدول اللي عندهم هذا الحماس، هذا الشغف نحو الله، هم اللي بتمتعوا. أنا اليوم صبح كنت عم بحكي مع باستر جاك، بقول لي بتعرف بالنسبة لي كنت عم بحكي له عن ابني، لأنه هو بتسلق السنة الماضية أو اللي قبليها، حكى عن تسلقه. قلت له ابني طالع زيك. قال تعرف أنا اليوم كل يوم الصبح بفتح الشباك، باخذ الهواء، بقول واو وات ا داي، نبدا فيه مشروع جديد. انا اول ما بفتح الشباك بسكره. شغف شغف. كتاب بقول اعبد الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم. كثير من الناس بيجوا للاجتماع، ارفع ايده، ارفع الاسيس بقول ارفعها، هو بقول هاي رافعها. لك وين الشغف لما بتشوف 100,000 واحد عم بزقفوا على 22 واحد بيلعبوا بطابة، بركض ورا طابة؟ لو واحد اجا من المريخ وتطلع علينا بضحك علينا، وهدولك عم صيحوا وحاطين دهنين وجوههم ودهنين مش عارف ايش. تعرف في اصحاب ابني كل واحد بيحط $1,000 ياخد تذكرة يروح على برشلونة
بدفعوا $2,000 عشان ياخدوا تذكرة فوق عشان يحضروا مباراة واحدة، لأنهم من عشاق البرشلونة. قبل شوي قالكم لما واحد منقول تقديم للكنيسة بيحط 500 ليرة، عندكم 500 ليرة هالقد هيك. الناس عم بحطوا أكتر بخشيش، بروحوا لآخر الدنيا عندهم شغف، عشان هيك في عندهم تمتع مع الله، والله ما بتركهم بدون تمتع بمتعهم. أترككم هون في هذا المساء، طولت عليكم، وقفوا معي لو سمحتوا. كتاب بطلب منا أن نكون غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب. رب بده يانا أن نكون نرجع إلى تمتع مع الله. بدي أسأل سؤال، بتحب تتمتع مع ربنا؟ بدي بس أذكرك أنه ربنا بيحب يتمتع معك، مش بس هو يتمتع، هو مش بحاجة إلى شيء، بس بحب يمتعك، بس بده يشوف منك شيء. سلم تسليم كامل عشان تقدر تتمتع، سلم تسليم كامل. ما بعرف شو الشيء اللي أنت مش مسلمه في حياتك، غمض معاي عشان تفكر، ما تطلع على جنبك. ما بعرف شو الشيء اللي لسه مش مسلمه، بجوز أولادك، بجوز عيلتك، بجوز شغلك، بجوز مستقبلك، بجوز دراستك، بجوز وظيفتك، بجوز على وشك يطلعوك من الشغل ما يطلعوك، على وشك تغير شغلك، وعلى وشك يرقوك ما يرقوك، على وشك يمددوا لك ما يمددوا. عندك عدم تسليم. رب بقول لك اليوم بدي اياك تسلمني كل شيء، سلمني كل شيء بين ايدي. تعرف سلمني كل شيء معناه انه تترك اللي بايدك، اللي ماسك فيه. ما بعرف شو الماسك فيه، بس في شيء ماسك فيه مش راضي تترك، خايف انه الرب يفلمك، احنا منقول بالاردني يضحك عليك، يقطعك بنص الطريق. الرب عم بقول لك سيب هذا الشيء بين ايدي، اعطيني اياه بين ايدي، واذا بتعطيني اياه بين ايدي وتسلمني اياه انا بستلم الموضوع. ما بعرف شو اللي قلقك اليوم مش قادر تسلم، مستقبلك، بجوز مرض، بجوز عيلتك، بجوز مستقبل شغلك، بجوز دراستك. انا بعرف انه البعض منكم في تحت الضرب بسوريا، ارجوكم ما تطلعوا علي، ما بفهم الشعور اللي انتم فيه، بس بعرف شيء واحد، انه انتم ايضا تحتاجوا انه تسلموا للرب. بجوز من لحظه للحظه ما بتعرف شو راح يصير، بس في شيء واحد بتعرفه، انه اذا سلمت للرب انت بين ايديه. ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، ان عشنا او متنا فنحن للرب. قمد عينيك معي، قل له يا رب اعطيني اسلمك، ورجع لي شغفي، اعطيني اسلمك، ورجع لي شغفي، اعطيني اسلمك، ورجع لي شغفي، اعطيني اسلمك. يا رب انا بصلي مشان اولادك، انا بصلي مشان اولادك يا رب، انه يتعلموا التسليم الكلي واليومي واللحظي. رب بده اياك انه تتعلم تسلمه كل لحظه، كل لحظه، كل لحظه، كل يوم أكثر من مرة. في أشياء لازم تسلموا إياها، لما تيجي تقلق، لما تيجي بدك تتمسك، لما تيجي بدك ترخي وماسك الأمور بتضرب فريمات، أنت الرب يقول لك بدك تتعلم تسلمني، سلمني 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 الأمور. الأمور عم تمشي غلط، مش ماشي، مش متأكد، مش عارف نهاية الشهر الراتب راح يجي ولا لا. الرب يقول لك سلمني سلمني سلمني، قل له يا رب رجع لي شغفي، رجع لي الحياة البقبة من جوا، حياة الفياضة من جوا، ساعدني يا رب. تصلي معاي هيك، ترفع ايدك، قل له يا رب ساعدني اليوم، رجع لي شغفي يا رب، رجع شغفك لهدول اللي موجودين في هذا المكان واللي عم بسمعون اليوم اينما كانوا، باسم الرب يسوع رجع الشغف لهذه الكنيسة، اولادك يخدموك بشغف،
ولادك يخدموك بشغف في كل لحظة من لحظات اليوم يخدموك رجع الشغف يا رب، رجع الشغف من جديد يا رب، اضرم الموهبة اللي فيك يا أخي، اضرم أساعد الرب أنه يضرم، أعطي مجال للرب أنه يضرم الموهبة اللي فيك، ولعها 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 باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب أنا بصلي اليوم سلامك الغير عادي اليوم يملأ أولادك، باسم الرب يملأ أولادك بشكل غير عادي يا رب. سلام 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 سلام. الأمور بجوز ما تتحسن لكن أنت عندك سلام في وسط الظروف، الأمور ما بتتغير لكن أنت عندك سلام، عايش في السماء، عايش فوق باسم الرب يسوع. يا رب أنا بفضلي سلامك يملأ القلوب، فرحك يملأ القلوب، رجع الفرح لأولادك يا رب، رجع البسمة لأولادك، رجع البسمة لأولادك، رجع البسمة لبناتك باسم الرب يسوع. سلامك الذي يفوق كل عقل يملأ قلوبهم وأفكارهم في المسيح يسوع، رجع لهم الشغف. مين بده شغف؟ قل له يا رب أنا أريد شغف، أريد الحماس يدب فيي زي ما عرفتك في بداية أيامي، بداية أيام إيماني، رجع لي الشغف من جديد باسم الرب يسوع. مين بقول نعم؟ يا رب استلم استلم شغف جديد، شغف جديد على أولادك باسم الرب يسوع. آمين آمين ثم آمين. هللويا. الرب يبارككم، بحبكم كثير.